طبعا احنا متعودين ان نكون معاكم اسبوعيا وشهريا وربع سنويا نعلن فيها فايزين حساب الجوهره. اسبوعيا عندنا فايز كل ثلاثه، كل ثلاثه عندنا فايز على اسبوعيا 5000 دينار، شهريا 125000 دينار، وكل ربع سنويا كل ثلاثة اشهر يعني 250000 دينار. حلو. اجمالي طبعا الفايزين مجموع الجوائز 52 نفس العدد اللي ذكرتيه انت. صحيح. قيمة الجوائز كل اجمالي 2,200,000. حلوين. زين يصير واحد يفوز مرة مرتين ثلاث؟ يستاهلون. يصير واحد يفوز مرة مرتين ثلاث؟ صحيح يقدر. صارت مرة؟ لأنه هو صارت لأن كل ما زاد المبلغ في حساب العميل يدخل العميل تلقائيا على الفرص. ما في أي قانون يقول إن إذا فاز مرة ما يقدر يفوز. بس في ليمت أعلى للمبلغ اللي هو 500,000. صحيح. هذا الحد الأقصى. صحيح. أوكي. طريقة فتح الحساب إذا كان عميل ايش لازم يسوي؟ اذا كان عميل بنك الكويت الوطني طبعا عنده خيارين، ايذر يفتحها اونلاين حلو على موقع او ابلكيشن mbk.com او يتجه حق اي فرع اذا كان يعني يحب انه يعني يشرف يعني يمر يشرب قهوه يمر, يمر عندنا بالفرع. العميل اللي مو عندنا مو عميل بنك الكويت الوطني يزور اي فرع من فروع بنك الكويت الوطني مع 400 دينار ويفتح الحساب. بس طبعا هذا للكويتيين والمقيمين. حلو. 400 دينار صحيح وبطاقة مدنية. وبطاقة مدنية. وانتهت العملية. وان شاء الله يكون فايز. ان شاء الله. عقبها باسبوعين ما يندرى. احنا خلينا اسم الفايز لاخر شيء لانه قال حاول ندق عليه. الظاهر بدوام او بشغل او شيء فقاعد ندق عليه ما. ان شاء الله نكون قاعد. حاول مرة ثانية احمد. جرب. شيك عليه مرة ثانية. اخترع الظاهر مرة قبلنا. مرة ثانية بندق عليه من رقمكم انتم. ان شاء الله انه يكون قاعد يسمعنا. ان شاء الله يسمعنا. اسمه راح يقال الحين اخوي احمد الحمد من وزارة التجارة، اعلان الاسم عندك عاد. الفائز بمبلغ 125,000 هو السيد رامي تيسير نجيب. رامي تيسير نجيب. شفت يا رامي قاعد ندق عليك، ترى احنا مو شو اسمه. هيقول عباله مباحث ثلاث اثنينات ما يرد. اتمنى اذا كان الاخ رامي قاعد يسمعنا قول الف الف مبروك، يرد على اداره العلاقات العامه. اي خبر ما يرد عليك بعد كلش من بنك الكويت الوطني عشان نقدر نسلم الجائزه. نقول له مبروك، نقول له الف الف مبروك وتستاهل 125,000 دينار، وان شاء الله على قولتهم الشهر الجاي فايز جديد اكيد. زين الشهر الجاي الاسبوع الجاي في 5,000 صحيح، وبعدين 5,000 صحيح، وبعدين 5,000 صحيح، وبعدين 250 صحيح، اخر 9 250 ان شاء الله. يمدي ما يمدي تضطر يمدي الحين يمدي ندش على السحوبات هذه. فنقول حق كل اللي قاعد يسمعنا اللي سمعته وفرح ايش قال طريقه شلون تفتحون الحسابات اذا انتم اوريدي عملاء عن طريق الاونلاين او عن طريق الابلكيشن. عندكم ايضا اذا ما كنت عميل 400 دينار بطاقه مدنيه اقرب فرع لبنك الكويت الوطني. صحيح. اذا تبي المطار 24 ساعه الجماعه قاعدين، واذا تبي تدش بسرعه بمطار خليك بوردنج ما تدري عنه ويدخل عشان بسرعه يخلصونك. احمد يعطيك العافيه. الله يعافيك. مشكور وزاره التجاره. عساكم على القوه. فرح يعطيك العافيه انت ومبيكي كل الموجودين الشباب والبنات الموجودين يشتغلون. مشكورين على استضافتكم. عساكم على القوه. مشكورين. كل مره تونسون احد. يعني اليوم 125,000 بس هو ما يبي يستانس دقينا عليه مره. الله يسلمك. لا ان شاء الله لو شاف المبلغ بحسابه يستانس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. مستمعينا بريك سوالفنا ما خلصت، بريك سريع ونرجع احنا لايف على الاي تي في. بريك سوالفنا ما خلصت بعد شوي بدون كلاجه المصاري. خليكم ويانا يعني.